مرحبا بك فرح معنا في برنامج كويز. بدينا؟ اوكي. كون كنتي رسوم شكون تكوني؟ تومي جيري. كون كنتي شخصية سياسية شكون تكوني؟ ملكة ديال انجلترا. وفي التمثيل شكون تبغي تكوني؟ ممثلة انجلينا جولي. اذا قلنا لك مغنية؟ جينيفر لوبيز. وفي الاعلام شكون الشخصية اللي غادي تبغي تكونيها؟ عندي واحد كريستينا ديال لامود، ما عرفتش واش انا وهي فرنسا كانت قاتلة معاه ولا ما نعرف. فرح عندك دابا ثلاثة ديال الاختيارات، اختاري حرف واحد او بي و سي. ا دنيا باتما. اسوأ وافضل حاجة في اللوك ديالها؟ ليبا ديالها. احسن حاجة هو لو بول ديالها مع ديك لاجو. وشنو النصيحة اللي تبغي توجهي ليها؟ نصيحة اللي نقدر نعطي لها هي ديجا جوبون كوير خصنا نلبسو معاها دي تروك سامبل، بلا ما دارت لي بوتون دا مزيان، مي لي بعاد فيهم ديك كوموس ديك الزواق ديالها والساك عاود كيشعل، الوغ شحال ما بقات تسنى وتحسن. بقاو لك بي و سي، شنو تختاري؟ بي. دونك بي، ابتسام تيسكات، احسن واسوأ حاجة في اللوك ديالها؟ ابتسام ما كنعرفهاش، ولكن في هاد اللوك عجبتني نورمالمون ما كيعجبنيش ماكياج ديالها بزاف، ولكن في هاد اللوك عجبتني. شنو النصيحة اللي تبغي توجهي ليها؟ تنقص الماكياج ديالها ملي كتلبس عادي. اخر حرف هو حرف سي، واللي هي الفنانة سلمى رشيد. احسن واسوأ حاجة في اللوك ديالها؟ شكون عجبتني كتار يكون لبست هاد لوك مع لي طالون لي لونيت. وانتي كستيليست ديماج، شنو النصيحه اللي تبغي توجهي ليها؟ النصيحه اللي نقدر نعطي لسلمى هي النصيحه اللي عطيت قبيله على حساب المغنيين، تكون موراها واحد ستيليست ديماج. فرح عندك ثلاثه ديال الاختيارات، واحد جوج ثلاثه، اختاري رقم. واحد. دونك اختاريتي رقم واحد واللي هو عباره عن صوره. دابا قلتي لي لامور. دابا رقم جوج. اختاريتي رقم جوج كلمة الدينيرو. زهير بهاوي. فرح تقدري تغني لنا مقطع منها؟ لا شوف نقدر ندير اي حاجة الا نغني لها. نقدر نشتاح ولا مليت صوتنا.